هذه الفيزرال هذا الفيزرال وهذا البرايتون صح؟ هذا شنو؟ بس انا ما اريد نعيد الدرس السابق بس اريدكم تشوف رايت لوب لوب قلنا مو لوب هذا شنو؟ ليفت لوب ليفت عافية بي قسم قسمين هذا كوادريت 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 لوب هذا كاوديت كاوديت لوب اوكي هسه نجي الى الليفر اوف رومينت ما بي حكي هوايه شيء بسيط يشبه الهورس شنو الهورس ما بي شنو اللي يميزه ما بي جول بلادر المراره كيس المراره هنا بالرومينت موجوده هذه هي الجول بلادر هذا كيس المراره اللي تخزن لنا الصبغه الصفراء جول بلادر اذا هذه اول ميزه جول بلادر موجوده هنا ما موجوده الميزه الثانيه هنا الفصوص كلش واضحه ومرتب ليش لان الفشر كلش واضحه هنا بالرومينت الفصوص ما واضحه مثل ما هو بالهورس كانه صاير كتله لحميه وحده ليش لان الفشر هو هاي الشقوق تكون قليله الوضوح انت هسه الليفر مو ليفر هذا من الليفر هذا هم الليفر لا شنو هذا ليفر اوف شنو؟ رومينت هذا ليفر اوف هورس اريد اسوي كومباراتيف بيناتهم اريد اسوي مقارنه بيناتهم حتى بالامتحان من يجيني اعرف هذا هو كيس الصفراء واللون من يختلف اللون هذا مو مشكله هذا ما نعتمد عليه اللون هذا يعتمد على التغذيه وعلى الحفظ وهذه احنا نريد الشغلات تشريحيه التشريحيه هنا ما موجود جول بلادر هنا موجوده جول بلادر هنا الفصوص كلش واضحه هنا الفصوص مو كلش واضحة متراسة أو سميم جعمر هنا هسه أريد أعرف الفصوص هذا الفصل الأول شو اسمه سميناه اللي قابل لنا هذا رايت رايت احكي وياي عافية رايت لوب رايت لوب هذا ليفت هذا ليفت وهذا الكوادريت شوف الكوادريت هنا ايش كبراته هنا صغير هذا هو فقط الكوادريت لوب هنا عندنا الكاوديت الكاوديت وينه أو الكاودر هذا هنا عندنا هذا كليته شويه اكبر ويتكون من جزئين كاتب لكم اياها اللي هي كاوديت بروسس وبابيلاري بروسس هاي هذا هيجي هذا جاي هذا كله كاوديت يسمونه كاوديت بروسس وبابيلاري بروسس اوكي هاي سميناها النوتش اسوفيجيال نوتش عافيه هذه نفسها هنا تكون كلش واضحه هنا قليلة الوضوح هنا مضمحلة اللي هي أسوفيجيا نوت أسوفيجيا نوت هنا أسوفيجيا هذا كل ما بالليفر نفس الفصوص نفس الطريقة نفس هذه بس شلون أميزها بثلاث طرق اللي هي الجول بلادر والفصوص هنا واضحة هنا ما واضحة وهنا عندنا الكاوديت بروسيس والكاوديت بابيلاري بروسيس بس اتجاه الحيوان شنو صاير نفس الحالة نفس هذا هيك هذه الفيزرال البرايتل هذا الفيزرال اللي الراس من ناحية والذيل من ناحية دكتور هذا بي كوستم نمبرشن طبعا طبعا بس قليلة الوضوح هنا هذه نقدر نقول عليها هذه كوستال امبرجن وهذه الامبرجن هذه هي من اسمها موجودة هاي رينال امبرجن رينال امبرجن هاي رينال اللي هي الكدني هذا رينال امبرجن هذا كوستال امبرجن وهنا عندنا يجي الكوليك امبرجن بس بالهورس كلش واضح احد عنده سؤال؟ لا هذا مال مشترات هذا مال خيول نفس الحكي بس دي هول كذا نجي الى معده المشترات معده المشترات قلنا معده تتكون من اربعه اجزاء اربعه غرف غرف هسه بس بالبدايه شلون اميز الغرف الاربعه اول غرفه اللي هي كبيره هذه حدها اللي هنايا هذا الرومن هذا هو الرومن كيس كبير يدخل بالرومن هو يجيب لنا الاكل الرومن من وين الاسوفيجس دخل بالرومن جاب لنا الاكل الى داخل الرومن بعدين من الرومن كيس كبير تجي بعده كيس صغير دائري هذه اللي سميناها ريتيكولا هاي على شكل اللي قلنا مال خيال نحن عافيه هوني لايك شيب شبكيه الشبكيه اللي اذا الرضيع هسه نجي هسه بس اريد اميز الاجزاء الاربعه حتى تقدر تعرفها هذا رومن هذا ريتيكولا يبقى بلا رومن هسه نجيها
الشبكية أو الريتيكولوم تحتوي على خلايا سداسية تشبه خلايا النحل. داخل الخلية الوحدة أيضا أكو خلايا سداسية. بعدين تجي بعدها تركيب أصغر من عدها أو تشبه القبة اللي سميناها أميزم عافية. الأميزم شلون أميزها؟ تحتوي على طيات أو لمنة صفائح. هاي صفائح من الخارج إلى الداخل ومستويات مختلفة، مو كلها مستوى واحد. شوف هذه طويلة، هاي قصيرة، هاي أقصر جواها أقصر. نقدر نميزها بسهولة، تميز عافية. إذا نجيب لك تأشير عليها تقول أميزم. بعد الأبو أميزم تجينا الأبو ميزم اللي هي هذه تحتوي على مو لمنة، تحتوي على طيات فولد اللي هي هذه. نجي إلى وحدة وحدة الرومن. هذا الرومن بيس كبير، قلنا إذا لزمناه هيك يعني هذا مستوى بالجسم. هو موجود طبعا على الجهة اليسرى، يحتوي على الفورين بودي بسامير والهذا اللي تاكلها الأبقار. العملية من اللي تسويها من الجهة اليسرى نفتح بالكرش هنا ونطلع البسامير ونرجع نخيط. هذه يسموها من العملية اليسرى، نفتح هذا الكرش تيجي الكرش هذا هو منفوخ، تفتح هنا من أي مكان من عنده وتطلع الفورين بودي. وهاي اللي يسموها العملية التي ار بي. طبعا يسموها التي ار دي، راح تاخذوها ان شاء الله بالصف الرابع بالجراحه. هذا الرومن الفوق اللي تشيس الفوق اللي سميناه شنو؟ فينت دورسال ساك. ها دورسال قلنا وفينترال، والجوا سميناه فينترال ساك. دورسال ساك فينترال، بين على الظهر وعلى البطن. من الداخل شلون اقدر اميز الدورسال والفينترال؟ قلنا عن طريق البابيلا. الفينترال بابيلا رسل طويله وكبيره عافيه. بالفينترال هذه طويلة كبيرة كثيرة العدد، قصيرة قليلة وقليلة العدد. إذا سها كلها دورسال. هذه فينترال، هذه عافية عافية عاشتي. هذا كله هو دورسال وهذه فينترال. ليش؟ لأن متصل بيه منه هذا. إذا أنا هسا قصيت هاي الحماية وجبتها على صفحة وأشرتها، شو يقول لي عليها؟ من اسمها؟ من اسمها؟ فينترال ساك أوف رومن. وإذا قصيت لك من ناية هساي إيش تكتب عليها؟ ممكن تكتب عليها ريتيكولوم؟ لا لا أم ميزم؟ لا لا أبو ميزم؟ لا لا. إذن إيش بقى؟ رومن. أي جزء من عنده؟ دورسال عافية. دورسال ساك أوفرومن. بس مش سألو فلن كلها ونشر ممكن نجيب لكم بيها هسا السنة. راح نجيب، راح أقص هذا الجزء ونجيب لكم إياه. يعني هسا من بين حلمات كبيرة، وهذا الجزء هم نقصه ونجيبه. نعم. وراح نأشر لكم عليه كليته. نعم. من الخارج، من الخارج قلنا يحتوي على جروف اللي هذني جروفات. هذه على طوله، هذه هسه لو منفوخ نقدر نميزها اللونج تيدينال ولا ترانسفيرس. بس ما حاجه انتم، هذا الجروف هو هذا. هذا يعتبر جروف. من الداخل بما انه صار جروف من الداخل سوانا بيلر. هذه هي البيلر، شوفها تكون سخينة لأن جدارين راح ينطبقن. هذه هي البيلر. شنو معنى بيلر جليتس؟ بيلر يعني طية، يعني فولد. إيه بيلر. هذا كل ما بالرومن. يجي بعده الريتيكولوم. الريتيكولوم ما بيها حكي، بأن تميزها من الخلايا السداسية. بس عندنا هنا تحوير. أي التحوير. إيه هذا الرومن وهذا الأسوفيج يصير خلف الرومن. أيه. هذا هو التحوير اللي سميناه جاستريك. جاستريك هو. جروف. جروف يعني مجرى أو منخفض. نعم. من هنا. هذه. قبل الارتيكولوم بعد. شوف هسه، شوف هسه إذا الحيوان شرب الحليب من هنا. نعم. الرضيع الصغيرون شرب الحليب من الأسوفيجاس. هذا راح ينغلق، هذا كله. نعم. هذا كله ينغلق، ما راح يعبر للكرش ولا للرومن. نعم. مجرد راح يصير مجرى ويروح مباشرة لمن؟ للأميزون. دكتور شلون التحكم فيه؟ هو سبحان الله هذا الحيوان إي لا إرادة. نعم. طبعا هو حيوان صغير شرب الحليب انغلق هذا عبر الحليب مباشرة له. حتى إذا فات بعمر كبير صار مشتاق. إيه. وشرب حليب عادي. من إذا ماي. لا إذا مشتاق إذا بس من يتوار إلى فائدة إنه إذا قلل الأكل قلل الغذاء جوعان وشرب كمية قليلة من الماء تروح تضيع بالكرش. لا ينزل بهذا. بس شلون مو هو يتحكم يعني سبحان الله تصير إيه لا إرادية مباشرة تعبر به. إذا هذا هو الجاستريك الجروف. نجيب لكم تأشير عليه. واضح. نقولون جاستريك الجروف. ريتيكولوم. فينترال ساك. دورسال ساك. اللي بيلار. وهذه الجروف. هسه نعبر الريتيكولوم تجينا المعدة الثالثة اللي هي هذه القبة أو ذات التلافيف.
يسموها هذه الأميزة تحتوي على لمني نبي حكي فقط نجيب لكم تأشير عليها يقولون أميزة عبرة اللقمة من عندها والأكل وين راح يروح إلى المعدة الحقيقية اللي يصير بها العمليات الكيميكال الهضم والامتصاص داخل المعدة هذه هي المعدة الحقيقية نفتحها راح نشوفها تحتوي على طيات حتى تزيد المساحة السطحية للهضم والامتصاص يدخل بداخلها راح تفرز المواد الانزيمات الهاضمة اللي هي البيبسين والرنين وتهضم لنا الأكل الأكل من راح ينزل هنا راح ينزل لقمة لقمة حتى ما يعبر وين هاي فتحت عليها اي هذه هسه حتى ما يعبر بصوره يعني سريعه وابطا هنا عندنا قلنا فد موجود فد مطاب هذه جزء وهذه من هنا هيجي هذه هو هاي سميناها المرتفع البوابي المرتفع البوابي هذا يعني لا واضح هذا اي هسه هو من ينطبل وهذا يصير مرتفع اذا نخلي لكم دنبوس هنا او سيم نقول لك شنو هذا الجزء نقول المرتفع البوابي هذا بالعربي احنا ما نريده بالعربي بالانجليزي شو اسمه توراس بايلوركاس توراس بايلوركاس بايلوركاس يعني من البايلورك بايلورك ريجن المنطقه البوابيه توراس يعني مرتفع نقول عن صعيده التوراس التل تورس بايلوركس المرتفع البوابي هذا يقلل لنا من سرعة الأكل للمرور بعدين وراح يروح الأكل لل لارج انتستين أول مرة سمول انتستين ولا اللي أول جزء بيها شنو دودنا إذن دائما يجيكم أنت السؤال بالنظري والسؤال الأول بالامتحان إذا راح تمتحنونه راح يجيكم تتبع اللقمة من الفم يعني من البداية دخولها إلى الخروج. نشرح يعني. في الأبقاء. فتتبعها. شو يقولوا هالمرة؟ بعدين هسه الماوس فيه وايد زعفنا من الماوس. أسوفيغاس. ستومك. لا. بالأبقاء. دورسال صار. فينترال صار. رتيكلام. أميزام. أبو ميزام. دودينام إيليا سيكام كولون ركتام والأنس أوكي بعد بيها هواي أجزاء بعدين راح تأخذوها بالسيكام بتلافيف بس هسه بشكل عام هذا سؤال كل سنة يجي دير بالكم عليه بالنظري تبع اللقمة من البداية للنهاية ما يسمى يا دكتور قسميا الأبو ميزون هي تعتبرها معدة حقيقية كاملة نقدر نشرح عليها اللي هي هذا جريتر وهذا لسر كارفيشر بداخلها المفروض موجود الجلاندولار ونانو جلاندولار هنا هي ما واضحة كلش يعني بالهورس هو يجيب لنا هاي مال بالهورس لأن اكو حد فاصل بيناتها بين كلش يعني سميناه شنو سميناه حد الفاصل تذكرونه الحد الفاصل بين الجلاندولار ونانو جلاندولار ماركو اوبليكيتر ماركو اوبليكيتر هنا ماكو هذا الحد الفاصل بس ماشي على راحتك اكو احد عنده سؤال هذه اذا شي جينا بالامتحان اذا نجي من هنايا بهذه هذا الجزء شنو هذا الجزء كله ابو ميزان هذا شنو تورس بايلوركاس هذا الجزء شنو أميزم هذه قبة شوف من الخارج هذا شنو ريتيكولوم إذا أشرت لك منها شيلها هيك حتى تميزه هذا رومان اللي هو فينترال دورسال هذه بيلار هذه الغروف والفتحات بيناتهم ما حاجة تدخون بها يعني هسه الفتحة هذه رومن وهذا ريتيكولوم هاي الفتحة بيناتها من اسمها رومينال ريتيكولو أوبنينج بين الريتيكولو والأميزم ريتيكولو أميزم أوبنينج أحد عنده سؤال؟ نقول هسه بالصورة 15 دقيقة أنا قطعية ممكن إعادة بس مرة واحدة بدون إعادة حتى دقيقتين كلنا نستفاد بس الأجزاء مالتها يعني إعادة مرة سريعة ماشي